الله لمن حمده. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واشرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أخرجنا من هذا الشهر مغفورا لنا. اللهم أخرجنا من هذا الشهر مغفورا لنا. اللهم أخرجنا من هذا الشهر مغفورا لنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح الأعمال كلها يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا صالح الأعمال كلها يا أكرم الأكرمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يستجاب، وعمل لا يرفع يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم ربنا لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرتا، ولا مرضا إلا شفيتا، ولا هما إلا فرجتا، ولا دينا إلا قضيتا، ولا مظلوما إلا نصرتا، ولا ظالما إلا أهلكتا، ولا مهاجرا إلا آويتا، ولا معتقلا إلا أفرجتا، ولا دينا إلا قضيتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك الفردوس يا رب العالمين.
اللهم اجعلنا من ورثة الفردوس يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف، اللهم أعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أدخلهم الجنة يا رب العالمين. اللهم هم السابقون ونحن اللاحقون. اللهم هم السابقون ونحن اللاحقون. اللهم هم السابقون ونحن اللاحقون. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه. اللهم أعذنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم لا تحاسبنا إلا حسابا يسيرا. اللهم لا تحاسبنا إلا حسابا يسيرا. اللهم لا تحاسبنا إلا حسابا يسيرا. اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة يا رب العالمين. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ شيبنا وشبابنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جند، اللهم اجعلنا من جندك جند الإسلام، واجعلنا من حزبك حزب الإيمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا كاشف الضر والبلوى، اللهم يا منزل الكتاب، اللهم يا مجري السحاب، اللهم يا هازم الأحزاب، اللهم اهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغادرين، والصليبيين الحاقدين، والصهيونيين الماكرين، والشيوعيين الملحدين، والعلمانيين الجاهدين، والمنافقين الظالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر الصهيونيين الماكرين. اللهم دمر الصهيونيين الماكرين. اللهم دمر الصهيونيين الماكرين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم أنزل في قلوبهم الرعب يا رب العالمين. اللهم دمر دولتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أذهب سلطانهم عن أرضك يا رب العالمين. اللهم أذهب سلطانهم عن أرضك يا رب العالمين.
اللهم دمر دولتهم يا عزيز يا جبار، يا عزيز يا جبار، يا عزيز يا جبار. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم ردنا كيدهم وفل حدهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم احفظ إخواننا في غزة، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظهم من تحت أيديهم ومن خلفهم، اللهم احفظهم من شمائلهم وعن أيمانهم، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، اللهم إنا نشكو إليك بثنا وهزننا، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة هيلتنا وقلة هيلتنا. اللهم يا رب يا عزيز يا جبار، انصر إخواننا المستضعفين، وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصر إخواننا المعتقلين في فلسطين، وانصر إخواننا المهاجرين في فلسطين، وانصر إخواننا الملتهدين في فلسطين. اللهم يا رب يا عزيز يا جبار، خذ أحداك أعداء الدين أخذ عزيز متكبر يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم خذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، وانصر إخواننا المجاهدين في ليبيا ومصر، وانصر إخواننا المظلومين في اليمن، وانصر إخواننا المعتقلين والمظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا ترد أيدينا خائبين، اللهم لا ترد أيدينا خائبين، اللهم لا ترد أيدينا خائبين. اللهم أجب دعوتنا، 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 اللهم أجب دعوتنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا يا غافر المذنبين، واغفر لنا يا غافر المذنبين، واغفر لنا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.